المقبلة. الرسم اللي قدامكم هذا طبعا شنو؟ رسم توظيفي لتجويف البئر اللي هو شنو؟ دلتا دي اتش. شوفوا فوق دي اتش، دي اتش هذا شنو؟ قطر تجويف البئر. هذا هو شنو دي اتش؟ هذا هو البور هول، هذا هو شنو؟ البور هول. ومليء بشنو اثناء عملية الحفر؟ يكون مملوء بطين الحفر ومسائل الحفر كيف ما تحب. بعدين شنو الشيء الاخر؟ الار ام، الار ام تشوفوا تجويف البئر من داخل. شوف السهم، السهم الابيض ار ام سي، ار ام سي هذه شنو؟ هذه اسمها المد كيك، المد كيك او كعكة الطين. كعكة الطين هذه عبارة عن شنو؟ طين الحفر يلتصق وين؟ يلتصق على جدار البئر اثناء عملية الحفر، يلتصق على جدار البئر. تشوفوا على اليسار اخرى حاجة اسمها باللون البني فلاشت زون، فلاشت زون، وبعدين ترانزيشن زون، وبعدين ان انفيدد زون. اوكي، فهنا عندي كم طبقة؟ عندي دلتا اتش هذا شنو؟ تجويف البئر، وعندي شنو؟ المد اللي موجود فيه يرمز له بالرمز ار ام، تشوفوها في نص تجويف البئر ار ام، وبعدين عندي المد كيك ار ام سي، والله هي نقطة شنو؟ اتش ام سي، اتش ام سي، وبعدين عندي فلاشت زون، فلاشت زون، فلاشت هذه يعني شنو؟ طبقة اللي صار لها انفيجن. كيف تتم عملية الانفيجن؟ تتم عن طريق سائل الحفر. ما هو سائل الحفر؟ سائل الحفر أو طين الحفر هو طين سميك ولزج يتم مزجه بالماء أو الزيت حسب خواص صخور البئر. أوكي، يتم مزجه بالماء أو الزيت مع بعض الإضافات الكيميائية الأخرى. هذا هو شنو؟ طين الحفر. طين الحفر عبارة عن شنو؟ زي الإسمنت اللي نستعمله فيه نحن في البناء، نفس شكله ولكن يختلف في المواصفات ويختلف. يتم خلطه بالماء أو الزيت ليكون زي العجينة، زي العجينة يتم ضخها من سطح البئر من بمضخات ذات قدرة عالية، تضخ من خلال فتحات موجودة في الدريلينج بت. وشن يدير؟ يدخل إلى البئر، لها عدة وظائف اللي يساعد شنو؟ يدير لابريكيشن للبت ويرفع الكاتنج في أثناء عملية الحفر. البت شديد تقوم بطحن الصخور وتكسير الصخور، والصخور هذه لا يسمح بأنها تتراكم في تجويف البئر، لا يرفعها المد إلى وين؟ إلى السطح. لها عدة وظائف. أوكي، فهذا هو طين الحفر. كيف تتم عملية المد هذه؟ ياهي كيف يدخل في الطبقات؟ المد هذا شديد يدخل في الطبقات، المد هذا يحطوه في تجويف البئر ويسلطوا عليه ضغط. المضخات هذه شديد تضغط المد، تضغط المد إلى الطبقات الأولى. طبعا المضخة اللي تضخ الطين عندها ضغط، والطبقات المنتجة هذين فيهم ضغط، فلازم يكون ضغط المضخة أعلى من ضغط الطبقات، يكون ضغط المضخة أعلى من ضغط الطبقات لتحاشوا حاجة اسمها شنو؟ الكيك. حاجة اسمها يسموا فيها شنو؟ الكيك. هذا باش يركبوا في حاجة اسمها البي أو بي، كان مرت عليكم حاجة اسمها البلو أوت بريفنتر، يركبوا فيها بحيث يمنعوا أن شنو؟ ان سوائل الطبقات والغازات يخرج من السطح، فيضخوا في المد بضغط اعلى من ضغط الطبقه. ايش يدير الموضوع هذا؟ لما يضخوا بضغط اعلى من ضغط الطبقه، المد ايش يدير؟ يخش في الطبقات، طبقات اي طبقات اللي يخش فيها، يتغلغل في الطبقات ذات المسامير وذات النفاذيه، الطبقات اللي فيهن فتحات. لما يسلطوا ضغط على المد، المد ايش يدير؟ يخش في الطبقات هذه. هذا ما يسمى شنو؟ المد فلتريشن، مد ترشح طين الحفر، يخش للطبقات ويطلق عليه اسم شنو؟ مد انفيجن، غزو. لما دولة تغزي دولة ولا جيش يغزي جيش، معناها شنو؟ يدخل الأرض ويجتاحها. فهذا ما يصير طين الحفر، يخش في الطبقات. اوكي، الفلاشت زون يخش فيها، هذه شنو؟ يتغير مواصفاتها بالكامل، يخش فيها طين الحفر. بينما الترانزيشنال زون هذه عبارة عن شنو؟ تكون مزيج من طين الحفر والطبقة الأصلية اللي كانت موجودة قبل عملية الحفر. وأن انفيدد زون اللي بالأصفر هذه هي طبقة لم يصل إليها طين الحفر، هذه طبقة ما زالت طبقة نظيفة ما خش لهاش طين الحفر. أوكي، كيف يصير الكلام هذا؟ قال لك طين الحفر
يتكون من مكونات نفس الفيديو اللي قبل هذه، في فيديو نزلته يتكون من مكونات سائلة ومكونات صلبة. نتيجة للضغط المكونات السائلة تخش في الطبقات ذات النفاذية العالية واللي فيها فتحات وفيها مسامية، تستمر هذه العملية نتيجة للضغط إلى أن شنو؟ إلى أن تتراكم أجزاء الصلبة الموجودة في سائل الحفر. اتفقنا سائل الحفر تكون من شنو؟ من أجزاء صلبة ومن أجزاء شنو؟ سائلة. فتدخل الأجزاء الصلبة وتسد الفتحات والمسام وتمنع دخول طين الحفر، يعني تشبع الطبقة بسائل الحفر. ايش يصير عندي؟ يحدث عندي ما يسدى يسمى بالمد كيك، وتشوفوه في الرسمة ار ام سي. لما يدخل المد الى الطبقات وتشبع طبقات، خلاص طبقة ما عادش تاخذ من طين الحفر. ايش يصير؟ يتراكم المد على جدار البئر، يتراكم المد على جدار البئر اللي هو ار ام سي. ار ام سي بايت، واحد يسألني يقول لي الار ام سي هذا مسمى من مفروض ينحفظ وينفهم اللي هو شنو؟ كعكة الطين، مد كيك، المد كيك. فلما يدخل المد كيك للطبقات هذه يدير إزاحة، كم فيه سوائل، كم فيه ماء، كم فيه نفط، يضغطهم ويمشن وين؟ يمشن للأن انفيدد زون، يردن ما عادش يجي شور تجويف البئر الرصاصي، لا يردن شور طبقات البنية والبنية الهافتة واللون شنو؟ الأصفر. أوكي؟ وهذا ما يغير شنو؟ يغير في عملية وأخذ قراءات الريزستيفتي. ماشي بندير بعدين لما حفرت نبي ننزل المعدة بتاع الريزستيفتي، تبي تقيس لي المقاومة، سلط عليها تيار كهربائي عن طريق مرسلات مصدر للتيار الكهربائي، يرسل تيار كهربائي في الطبقات الثلاثة هذين، وبعدين يستقبل التيار الكهربائي اللي راجع وين؟ راجع من الطبقات الثلاثة. فلأن الطبقات الثلاثة هذه المختلفات واختلاف السوائل فيه، الخش فيه الماء دين الحفر واختلط مع السوائل اللي موجودة فيه، واختلط مع الصخور فغير خواصل، فكل واحدة عندها من الطبقات هذه الفلاش زون والترانزيشن زون، طبقة الانتقالية، والطبقة شنو؟ عن انفيدد زون، طبقة نظيفة. هذه شنو؟ هذه كل واحدة عندها مقاومة خاصة بها. فلذلك شنو؟ ما نقدرش نقيسوهم بجهاز واحد، لأن كل واحدة مقاومتها تختلف عن الأخرى. أوكي، مطين الحفر هذا يا شنو؟ معجون بماء، تمت خلطه بماء، الماء هذا يا مرة يكون ماء مالح يدخل في الطبقة هذه، الطبقة هذه فيها ماء عذب، دار إزاحة للماء العذب، الماء العذب وين مشى؟ مشى للترانزيشن زون، وهذه لعبة الماء المالح. اتفقنا أن شنو؟ مقاومة الماء المالح تختلف عن مقاومة الماء العذب. أوكي، فلذلك لما نقوم بقياس الريزستيفيتي الطبقات اللي كيف هذي، ايش يديروا في مقاييس مقاومة لكل طبقة، مقياس مقاومة يقيس في المقاومة الكهربائية في الفلاش زون البنية، ومقياس آخر بمعزل يعني بروحه يقيس في المقاومة الكهربائية في الترانزيشن زون، ومقياس آخر يقيس في المقاومة الكهربائية في الطبقة الان انفيدد زون اللي هي الطبقة النظيفة. اتفقنا ان شنو؟ المد لما يحفروا به يدخل يكون لي ثلاث طبقات اللي هي فلاش زون، طبقة تم غزوها خش لها المد وتعبت بالمد، طبقة فيها خليط بين المد وبين المكونات الأصلية للطبقة اللي هي ترانزيشن زون اللي هي بالبني الفاتح، وبعدين الأصفر هذه موصل لهاش شنو؟ موصل لهاش المد، والطبقة الرابعة اللي هي المد كيك اللي هي تكونت بعد ما شبع الطبقات بالمد، شبع تكونت الار ام سي اللي هي شنو؟ مقاومة المد. يعني نقيس في كم حالة؟ أربع حالات، نقيس في واحد RMC باهي، ونقيس في الريزستيفيتي في الفلاش زون، ونقيس في الريزستيفيتي في الترانزيشن زون، ونقيس في الريزستيفيتي في الطبقة النظيفة اللي شنو؟ Uninvaded زون. الحديث بقية إن شاء الله.